السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا على أوسع نطاق فيديو أقل ما يقال عنه أنه خاطر للغاية، أين كاد صاحب السيارة يتسبب في كارثة كبيرة، ويظهر الفيديو المتداول صاحب هذه السيارة النفعية كان ضمن موكب زفاف في إحدى الولايات الجزائرية، وأخذ يتميل هنا وهناك بخردته معبرا عن فرحته ومحاولا لفت انتباه الإناث والمتواجدات في الموكب. صاحب السيارة كان يحمل معه بعض الصعاليك صغار السن كاد أن يتسبب في مقتلهم لولا حفظ الله، وطلب ناشط من السلطات الوصية إلى ضرورة توقيف هذا السائق ومعاقبته أشد عقاب ومصادرة رخصة سياقته مدى الحياة ليكون عبرة لمن يعتبره.